ولتسليط الضوء على إعلان حكومة الكاظم اعتقال المتهمين بتنفيذ الاغتيالات في البصرة، معنا من الدوحة الكاتب الصحفي إياد الدليمي. مرحبا بك معنا سيد إياد. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. بداية، الكاظمي يعلن اعتقال العصابة المسؤولة عن اغتيال الناشطين في البصرة، إلى أي مدى ترى هذا الإعلان يحمل مصداقية ولا يأتي ضمن التسويق الانتخابي؟ يعني أعتقد أن هذا الإعلان يأتي ضمن ما يمكن أن نطلق عليه بحملة استباقية لتبرئة الجماعة الحقيقية المتهمة بمقتل الناشطين في محافظة البصرة. الكل يعرف أن هذه العمليات الاغتيال واستهداف الناشطين هي ليست عمليات جنائية يقوم بها مجموعة من المجرمين. هؤلاء الذين تم اغتيالهم لم يكونوا أصحاب مال، حتى يعني نقول أنه تمت سرقتهم أو لديهم مشاكل عشائرية مع طرف آخر. هؤلاء نشطاء وإعلاميون في مدينة البصرة، والكل كان يعرف موقف هؤلاء من التظاهرات بصفتهم إما مؤيدين لهذه التظاهرات أو جزء من هذه التظاهرات. بالتالي عملية الاستهداف هي عملية جريمة سياسية منظمة قامت بها جهات تابعة للحكومة بطريقة أو بأخرى. عندما نقول للحكومة بطريقة أو بأخرى، فإننا نعني بالتحديد الميليشيات المنضوية تحت ما يعرف بهيئة الحشد الشعبي في العراق. هذه هيئة رسمية، المفروض وأنها هيئة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. لذلك هذا الإعلان أنا في تقديري هو محاولة لتبرئة الجهة الفاعلة الحقيقية. سمعنا بعض التصريحات وبعض التقارير تتحدث أن هذه ما يعني عرف بفرقة الموت، أو كما تم يعني إطلاق هذه الصفة عليها من قبل السيد مصطفى الكاظمي، هي مجموعة منشقة من إحدى الفصائل. طبعا هذا يؤكد أنها محاولة لتبرئة هذا الفصيل المسلح من عملية الاستهداف. هناك اليوم ضغط شعبي وضغط دولي على حكومة مصطفى الكاظمي من أجل الكشف عن الفاعلين الذين يقفون خلف اغتيال النشطاء والصحفيين في العراق. بالتالي هو محاولة لتقديم متهمين يعني على أنهم قاموا بعمليات اغتيال من أجل يعني كبش فداء، وتبقى الجهات الحقيقية تعمل عمليات اغتيال أو تقوم بعمليات اغتيال وغيرها. طيب أستاذ إياد، الجهات المتهمة بالاغتيالات مشخصة لدى العراقيين، هل يصح أن يستغرق الأمر سنة كاملة من الكاظمي وحكومته، وهو الذي توعد سابقا باعتقالهم خلال أسابيع؟ يعني أنا أعتقد أن السيد مصطفى الكاظمي يعني يحاول أن يوازن أو يمسك العصا من المنتصف. هو لا يريد أن يغضب هذه الجهات، لأنه يعرف جيدا أن هذه الجهات تمسك بالملف الأمني والملف الاقتصادي في داخل الدولة العراقية، وشكلت ما يمكن أن نطلق عليه بدولة عميقة داخل الدولة أصلا. بل يعني لا نبالغ إذا ما قلنا أنها هي الدولة الآن، هذه الدولة العميقة هي الدولة عمليا. فهو يحاول أن يوازن بين مطالب الجماهير العراقية، الشعب العراقي المنتفض، وبين هذه الجهات. لا يريد أن يغضب هذه الجهات، وفي نفس الوقت يحاول أن يقدم أكباش فداء للشعب العراقي على أنهم هم الفاعلين في عمليات استهداف الناشطين. كما قلت حضرتك، الجهة التي قامت بمثل هذه العمليات أو الجهات التي تقوم بمثل هذه العمليات هي جهات مصنفة، والكل يتفق عليها والكل يعرفها. أنت الآن لو سألت يعني أصغر عراقي من يقوم بعمليات استهداف الناشطين لقال لك هي الميليشيات المسلحة، وهذه الميليشيات المسلحة لها عناوين معروفة، لها جهات تابعة لها. بالمناسبة أستاذ إياد، يعني هذا الكلام يقودنا إلى استنتاج مهم. إذا كان قد تم القبض على هذه الجهة، على فرق ما سمي بفرقة الموت، فهذا يعني أن الناشطين والمتظاهرين لن يتعرضوا للاغتيال، أو لن تصلهم محاولات اغتيال وتهديد بالاغتيال، أليس كذلك؟ يعني هذا على فرض أنهم يعني تم إلقاء القبض على الجماعة الفاعلة. يا سيد الكريم، يعني القصة ليست بعملية القبض على مجموعة أفراد. القصة معقدة جدا. هناك اليوم جهات فاعلة داخل المؤسسة العراقية، داخل منظومة الحكم،
داخل منظومة العملية السياسية. هذه الجهات الفاعلة هي التي تقوم بعملية اغتيال واستهداف الناشطين، لا السيد مصطفى الكاظمي ولا قواته الأمنية ولا قواته الشرطية قادرة على أن تقول أن الجهة الفاعلة هذه، ويشير بأصبع الاتهام إليها، لأنه يعرف أن ذلك سيعني نهايته، وربما يعني هو نفسه يتعرض إلى ما تعرض له مجموعة من الناشطين من عمليات اغتيال وتهديد. بالتالي هو يحاول أن يقدم أكباش فداء. العملية عملية اغتيال واستهداف الناشطين هي عملية مستمرة، عملية لم تتوقف. إذا كان يعني فعلا تم القبض على مجموعة مجرمين قاموا بقتل أحمد عبد الصمد وغيره من أبناء محافظة البصرة، الأصل أن يعني لا يتم تحديد يعني إطلاق الكلام على عواهنه، وإنما إن كان جاد فعلا مصطفى الكاظمي أن يقول هؤلاء العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم يتبعون لمن؟ لأي فصيل سياسي يقف وراءهم، لأي فصيل مسلح يقف وراءهم. أما أنه يقول أنما يعني ألقينا مجموعة، أكيد الآن ممكن يخرج غدا السيد مصطفى الكاظمي ويقول ألقينا القبض على قتلة هشام الهاشمي مثلا، أو قتلت أي كان من الناشطين والصحفيين والإعلاميين في العراق خلال العام الماضي. هذا لا يعني أن الملف أغلق، بل على العكس هو أيضا يعني يضع نفسه في حرج متزايد. الكل يعرف جيدا من يقف وراء اختيار الناشطين، سواء في البصرة أو في الناصرية أو في النجف أو في كربلاء أو في بغداد. بالتالي يجب أن يتم تشخيص الجهة الفاعلة التي تقف وراء هذا الاستهداف، والتي لا أعتقد أن السيد مصطفى الكاظمي قادر على الكشف عنها. وهناك أستاذ إياد أسئلة كثيرة برسم الإجابة من حكومة الكاظمي، وهي مثلا العجز عن كشف مصير آلاف المغيبين، وهي تعلم، الحكومة تعلم أماكن احتجازهم والجهات التي اختطفتهم من قبل. بالتأكيد سيد العزيز، يعني حكومة سيد مصطفى الكاظمي، وأنا أقول هذا الكلام دائما، هي ربما أضعف حكومة شكلت في العراق منذ يعني الاحتلال الأمريكي عام 2003 وتشكيل العملية السياسية. هذه الحكومة حكومة جاءت لتمشية الوقف من قبل هذه الميليشيات، هذه الحكومة جاءت ل يعني محاولة امتصاص جزء من زخم الشارع العراقي المنتفض. بالتالي حكومة غير مسنودة من أحد. السيد مصطفى الكاظمي قبل بهذا الدور لأنه يبدو أنه كان يريد أن يلعب مثل هذا الدور. السيد مصطفى الكاظمي شخصية ضعيفة، لا يملك الكثير من الخيارات، حتى وإن افترضنا فيه حسن النية، لكن أعتقد أن يعني هو مطوق بالكثير الكثير من الأغلال والقيود التي تمنعه من الحركة. هو يدرك جيدا أن من يدير الدولة العراقية هي مجموعة ميليشيات، هي مجموعة شخوص تابعة لأطراف ودول خارجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها. شاهدناه في الكثير من المواقف، يعني الرجل شخصيته ضعيفة، الرجل لا يملك الكثير من الخيارات، الرجل مكبل بالكثير من الأغلال. بالتالي أعتقد أن يعني رسم له دور أكبر من حجمه بكثير، وأعتقد أن الجهات الفاعلة في العملية السياسية كانت تريد مثل هذه الشخصية لتمشية الوقت لغاية حدوث أمر ما، سواء في على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. شكرا لك أستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة.